صار. إذا أعزائي خلاصة، انتهى بحثي، خلاصة، إذا لكي تدخل أنت فهم التاريخ تحتاج إلى منطق، تحتاج إلى مباني، أليس كذلك؟ فإما تختار واحدا من هذه المباني اللي أشرت إليها، وإما أن تختار مبنى آخر مولانا، تقول أنا لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما ماذا هذني لا أوافق، كلها أنقدها كذا، وعلى أساسها تدخل لدراسة شنو القضية الحسينية. ولهذا ومن هنا واقعا في دقيقة أو دقيقتين أعزائي، واقعا دعوتي لأهل الفكر، لأهل التحقيق في الحوزات العلمية في جامعاتنا الآن في إيران، في العراق، في غير في حوزاتنا العلمية، النجف، قم، إصفهان، مشهد، أي مكان، يا أعزائي فليكن البحث عن التاريخ درسا رسميا في حوزاتنا العلمية، لنفهم سيرة النبي، لنفهم تاريخ النبي، لنفهم تاريخ الأئمة. إلى متى مولانا نعيش في كتاب الطهارة والصلاة؟ وما هو الجديد في كتاب الطهارة والصلاة؟ أخر أنتم تجدون الآن عمره يقضيه يكتب 35 مجلد مولانا في الأصول، 40 مجلد يكتب في الأصول، وليس إلا التكرار والاجترار، 25 مجلد في كتاب الطهارة، 30 مجلد في كتاب الحج. إلى متى؟ إلى متى؟ ما الذي نفع الفكر الإسلامي؟ هذه أين نفعت الفكر الإسلامي؟ أين نفعت معارفنا الدينية؟ إلى متى نبقى في هذا التكرار والاجترار الممل الذي لا يجيب على تساؤلاتنا؟ لذا أعزائي واقعا هذه دعوة عامة لكل المفكرين، لكل طلبة الحوزة النابهين، لكل المحققين، لكل أساتذة البحث الخارج، فليكن عندنا درس داخل الحوزات العلمية لفهم سيرة النبي والأئمة، ولكن ضمن الأصول العلمية. إن شاء الله غدا أعزائي، هاي فد مقدمة كانت حتى ندخل في قضيتنا الأصلية وهي النهضة الحسينية، لأن هل يمكن أن نتعرف على بعض قواعد فهم هذه القضية أم لا؟ والحمد لله.